صعب ان احنا نقول عليه ان هو مرض، لكن هو اضطراب. الاضطراب ده بيظهر عند الاطفال في سن تقريبا 3 سنوات. الاهل بيلاحظوا على الطفل بعض قصور في النمو واكتساب المهارات. على سبيل المثال مثلا ان الطفل بدل ما يتعلم الكلمات ويتحسن اداؤه اللغوي، فنجد ان الطفل وضعه بيتدهور بالنسبه لاكتساب الكلمات وتحسن اللغه والكلام. وخصوصا ان الطفل ده ممكن يكون قبل كده كان اكتسب بعض الكلمات قبل 3 سنين، في 3 سنين الاولين من حياته اكتسب بعض الكلمات وبدا يعبر، فالاهل بيبقى متوقعين ان هو يتحسن مقارنه باخوانه او مقارنه بالاطفال اللي هو في سنه، ويتوقع ان هو هيتطور وينمو اللغه بتاعته وتتحسن يعني ويبقى كلامه مفهوم. فهم بيلاحظوا ان دايما ان الطفل بدل ما يتحسن بيتدهور وضعه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه بيجدوا ان الطفل دايما بيبقى متوحد على نفسه. متوحد على نفسه يعني منغلق على نفسه، بحيث ان هو يحب يلعب لحاله، ما يحبش اللعبات الجماعيه. تبص تلاقيه دايما مع نفسه، لو بيلعب في لعبه لحاله ينعزل عن الجماعه. لو التواصل بيبقى فيه صعوبه في التواصل، يعني ايه لما ننده للطفل ما يردش على امه، ما يردش على ابوه، ما يردش على اخته، ما يردش على اي حد، يعني بيبقى في صعوبه في التواصل مع الطفل. وبالتالي الاهل بيعتقدوا ان الطفل ممكن يكون ما بيسمع، لكن هو الطفل بيبقى سامع جدا كويس الكلمات بتاع الناس اللي حواليه بيندهوله، لكن هو بيطنش، بيبقى عايش مع نفسه. ومن هنا ان الاهل يقولوا احيانا ان هو ما بيسمعش، فبياخدوا لطبيب الانف والاذن، وطبيب الانف والاذن يقول لا الطفل السمع بتاعه سليم وما فيش فيه اي حاجه، فشوفوا تشخيص ثاني، ممكن يكون عنده تخلف عقلي او ممكن يكون عنده اضطراب في النمو زي اضطراب التوحد. ومن هنا الاهل بيبداوا بعد كده يراجعوا الاطباء النفسيين، وما بيجونا بنعمل عليهم، بنشوف طبعا بنقيم الوضع ونشوف تطور الطفل بالنسبه لنمو العمليات العقليه والنمو الحركي بتاع الطفل، وبنشوف برضو التاريخ المرضي بالنسبة للأم أثناء الحمل وبعد الولادة، ونشوف الولادة إذا كانت طبيعية أو مش طبيعية، الطفل اتولد عن طريق مثلا استخدام الجفت أو البنتوز أو عن طريق فتح البطن السيزيريان، يعني نشوف الظروف المحيطة بالطفل. وبعد كده من خلال الناحية الكلينيكية وبنشوف في علامات ظهور التوحد وهي اضطراب في نمو اللغوي. نمرة 2 وهي صعوبة في التواصل مع الطفل. نمرة 3 وهي النمطية بالنسبة للطفل، ان الطفل دايما الطفل التوحد بيبقى دايما بيكرر الكلمات وبيكرر الافعال، وبيحب دايما الاشياء النمطية، الحاجة اللي هي بتلفها على طول، يعني لو في ايده لعبة معينة أو سيارة يقعد يحرك العجلة بتاعتها على طول، أو لو هو جالس على كرسي تبص تلاقيه يحب يحرك ظهره بصورة نمطية، أو لو هو بيتكلم كلمة معينة تبص تلاقيه يقعد يكرر الكلمة على طول، اللي هي النمطية في الكلام أو في الأفعال. أما بنلاقي إن الطفل عنده الثلاثة دول، العلامات الثلاثة مصحوبة أحيانا بعدوانية على نفسه، ممكن يكون الطفل بيأذي نفسه، يخبط راسه في الحيط، يطيح في الأرض، يخبط راسه، عنده زيادة في الناحية الحركية وإثارة جسمانية وحركية،
برضو دي بنحطها في الاعتبار. بنعمل تأكيد للكلام بتاعنا من الناحية الإكلينيكية ان احنا بنحوله الأخصائي النفسي او الأخصائية النفسية عشان نطبق عليه اختبارات التوحد، وبعد ما نشوف نتيجة الاختبارات بنقيم الوضع، وفي الساعه دي نشوف التشخيص النهائي ونقدر نقول اذا كان الطفل ده عنده توحد او لا. المرض التوحد ما هو نهاية الدنيا. مرض التوحد موجود من قديم الازل، لكن ما كانش بيتشخص صح. كان احيانا زي ما ذكرت قبل كده ان الاهل يعتقد ان هو عنده تخلف عقلي، او ان الطفل ما بيسمعش، او الاهل يسيبوا الطفل لسنوات طويله بعد ظهور المرض بعد سن الثالثه، يعني يسيبوه لحد سن 5 سنين 6 سنين او 7 سنين وبعد كده يدورهم على التشخيص. لكن دلوقتي الطب اتطور وبقى بنشخص حالات التوحد بدري، وبقى في مراكز متخصصه لعلاج التوحد. احنا دورنا كاخصائي اطباء نفسيين ان احنا بنشخص الحاله وبنشتغل بروح الفريق العلاجي مع الاخصائي النفسي او الاخصائيه النفسيه، بحيث ان احنا بنهدي الطفل ونقلل النشاط الحركي والعقلي بتاعه عشان يكون قادر على التعلم. وبنحاول بعد كده عن طريق الاخصائيه النفسيه او الاخصائي النفسي بمحاوله نخليه يكتسب مهارات جديده وتعلم جديد، فممكن يشترك مع فصول دراسيه متخصصه في علم النفس، بحيث ان احنا نكسبه مهارات نفسيه صحيحه وكيفيه التواصل مع الاخرين، كيفيه الكلمات، ابتسام الكلمات، كيفيه ردود الافعال، بحيث ان الطفل ينمو نمو نفسي سليم. على فكره في ناس من المشاهير كتير عندهم توحد. اينشتاين كان عنده توحد، بيتهوفن كان عنده توحد. مش معنى ذلك ان الطفل لما يكون عنده توحد يبقى الاهل هيبصوا للحياه من منظار اسود. لا، الطفل ممكن يتعالج في جهات متخصصة وممكن ينمو إن شاء الله نمو طبيعي أو شبه طبيعي، ويكتسب مهارات ويتعلم وممكن ياخد درجة البكالوريوس. وإحنا شفنا حالات كتير عندها توحد ومعها بكالوريوس في تخصصات مختلفة وبيشتغل على أساس. طفل التوحد دايما بيبقى عنده ذكاء ونمو في قدرات عقلية في حاجات معينة، ممكن تكون في الموسيقى، ممكن يكون في المعمار، ممكن يكون في الهندسة، ممكن يكون في الطب. فما بيتفوق في هذا المجال بيتفوق فعلا وبيثبت دراسة.